إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل تتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى مرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبمناسبة دخول شهر رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا رجب وشعبان أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه نتحدث عن الأحكام المهمة التي ينبغي على المسلم أن يعلمها لما ينبغي أن يعلمه المسلم من أحكام الصيام الأول من يباح لهم الفطر يعني من الناس الذين يباح لهم الفطر في شهر رمضان؟ أولى من يباح لهم الفطر في رمضان المريض. المريض إذا خاف زيادة المرض بصيامه أو كان يشق عليه الصيام فله أن يفطر، فإن كان مرضا يرجى شفاؤه وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام، وإذا كان المرض لا يرجى شفاؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى إذا المريض لو كان المرض يعني مرض يعني مؤقت في رمضان فبعد رمضان ينبغي عليه قضاء ما أفطره في رمضان، لكن إذا كان المرض ما عنده مرض مستمر يبقى في هذه الحالة بيخرج ليه بيفطر، لأنه طبعا لن يستطيع الصيام لا في رمضان ولا بعد رمضان. في هذه الحالة بيفطر وبيخرج حاجة اسمها الفدية، كما قال الله سبحانه وتعالى فدية طعام مسكين. الفدية طعام مسكين عن كل يوم أفطره، وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت أهل البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا، ويجوز جمع الفدية فيطعم المساكين في آخر الشهر، ولا يجوز تعجيل الفدية على الراجح بإخراج كفارة الشهر كاملة مرة واحدة في أول الشهر أو إخراج فدية يوم قبل دخوله. يعني اليوم اللي يمر ممكن يخرج عنه للفدية، لكن لا يجوز تعجيل للفدية. ممكن بعض الناس يقول لك أنا في جمال أحاول أن أصوم مع باعتبار أنه هو مريض مثلا، فبالتالي يخرج الفدية كاملة يعني في أول رمضان، هذا لا يجوز لأنه الله أعلم هل ستعيش أم لا، وبعدين اليوم اللي يمر تخرج عنه الفدية أو تخرج الفدية كاملة في آخر شهر رمضان. يبقى يجوز جمع الفدية فيطعم المساكين في آخر في آخر الشهر. يبقى إذا المريض كما قلنا ده المريض اللي هو لا يستطيع الصيام أو يخاف أن يصوم فيزيد المرض. أيضا من يباح لهم الفطر المسافر، وإذا لم يشق الصوم على المسافر فالصوم أفضل له. إذا يعني الموضوع السفر لم يكن فيه مشقة كما هو حادث الآن يبقى إذن الصوم أفضل، وهو مذهب الجمهور، ولا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها باتفاق المذاهب الأربعة. وأيضا ده حكم مهم، لأن بعض الناس يقول لك والله أنا كده مسافر اليوم فيفطر في البيت، يعني قبل ما يسافر، يعني ممكن يكون هو مثلا سيذهب من بعد الظهر مثلا، فتلاقيه جاي من الصبح بيفطر عادي ويتناول طعام الفطور وشرب كابتشينو وشرب مش عارف ايه، ويقول لك انا مسافر. لا، انت اصلا لم تشرح في السفر بعد متى يطلق عليك حكم المسافر اللي هو ممكن يفطر، اللي هو انك انت خلاص خرجت من البيت وخرجت حتى من القريه اللي انت تسكن فيها او من البلده التي تسكن فيها، يعني يبقى انت كده تتجاوز البلد التي تسكن فيها، وبعد ذلك بيطلق عليك حكم المسافر. فبالتالي في هذه الحاله يجوز لك في هذه الحاله انك انت تاكل، اذا كان طبعا السفر بعيد وفي نفس الوقت يشق عليك الصيام في السفر. يبقى قلنا ان من يباح لهم الفطر المريض والمسافر، وبعدين ناتي الى الشيخ الكبير والمراه العجوز، هم
كبار في الايه في السن يعني. هؤلاء يباح لهم الفطر، يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم، لا يستطيعان اللي هي الصيام. فرضا مثلا عندك اب بلغ من الكبر عتية، او ام يعني بلغت من الكبر عتية، ولا يستطيع الاب الصيام ولا تستطيع الام الصيام، فهؤلاء يفطرون، ووجب عليهما ان يطعما عن كل يوم مسكينا، كل برضه اللي هي الفدية، يطعما عن كل يوم مسكينا، كما فعل انس بن مالك رضي الله عنه لما ضعف عن الصوم عاما. سيدنا انس بن مالك، لان سيدنا انس بن مالك كان من الصحابه اللي هم امتد عمرهم طويلا يعني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بان يبارك الله له في عمره، فمد الله سبحانه وتعالى له في العمر. فلما ضعف عن الصوم عاما صنع جفنه ثريد ودعا 30 مسكينا فاشبعهم، يعني في اخر رمضان كده دعا 30 مسكين على السن، بيطعم عن كل يوم مسكين، فدعا 30 مسكينا فاشبعهم، يعني اكلوا حتى حتى شبعوا، 30 مسكين مره واحده وخلاص اكلوا حتى شبعوا. وهذا الاثر رواه الدارقطني بسند بسند صحيح. لا لا لا، ممكن بس ممكن طعام مره واحده يعني، بس طعام يعني يكون طعام مشبع، يعني زي ما قلنا سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه صنع جفنه ثريد ودعا 30 مسكينا فاشبعه. يبقى اذا من يباح له بالفطر كما قلنا، المريض، المسافر اللي هو المسافر طبعا اذا لم الذي يشق عليه الصوم، والمراه الكبير والعفو الرجل الكبير والمراه العجوز. طيب ايضا المراه الحامل والمراه المرضع، المراه الحامل والمرضع يباح لهم الفطر، يباح لهم الفطر سواء خافتا على نفسيهما او على ولديهما، عليهما القضاء، عليهما القضاء مش الفديه هما. المراه الحامل اذا خافت على نفسها او خافت على الجنين في بطنها، طبعا من خلال هي مش لا تفطر هكذا مباشره، وانما بترى الاول بتصوم، لو وجدت ان عندها المقدره على الصيام فتكمل الصيام. لكن إذا نصحت من خلال طبيب ثقة أن الصيام يؤثر على الجنين، ففي هذه الحالة تفطر وتقضي بعد رمضان. يبقى في حالة إذا خافت على نفسها وخافت على الجنين، يبقى في هذه الحالة ممكن تفطر وينبغي عليها القضاء بعد رمضان. طب المرأة المرضع، المرأة المرضع كذلك إذا خافت إن هي لو صامت فمن الممكن أن يؤثر موضوع الصيام عليها أو على اللبن الذي ترضعه للصغير، فهذه السوف يعني سبحان الله يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن الدين يسر، ولا يكلف الله نفسا وسعها، ففي هذه الحالة بتفطر عليها القضاء. ومن العلماء من أفتى بأن عليهما الفدية، الفدية، يعني بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة المرضع قال لك ممكن ما تصومش بس تخرج الفدية، يعني معنى القضاء لما نقول عليهما القضاء يبقى هيفطروا في رمضان او يفطرن في رمضان، وبعد رمضان يقومن بقضاء الايام التي افطرناها في رمضان. لكن من العلماء من افتى بان عليهما الفديه، وهو مذهب ابن عباس حبر الامه وترجمان القران، وايضا مذهب سيدنا عبد الله بن عمر، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وغيرهم، قالوا بان المراه الحامل من ممكن انها تفطر وتخرج الفديه، خلاص مش هتصوم بقى بعد رمضان. والمرأة المرضع كذلك من الممكن انها تفطر وتخرج وتخرج الفدية. يبقى كده تخرج الفدية، نعم، يعني الفدية لا تصوم. ده من العلماء من قال ذلك، لكن مذهب الجمهور انه يجب عليها ان تصوم بعد انتهاء مدة الحمل اذا استطاعت الصيام، او بعد انتهاء مدة الرضاعة اذا استطاعت ان تصوم وهي مرضع تصوم، أو تصوم قضاء أو تقضي هذه الأيام بعد انتهاء مدة الرضاعة. لكن إذا أرادت أن تأخذ بأقوال الصحابة اللي هم ذهبوا إلى أن المرأة المرضع ممكن أنها تخرج الفدية، زي سيدنا عبد الله بن عباس مجال وسيدنا عبد الله بن عمر ومن التابعين كما قلنا سيدنا بن جبير وعطاء ومجاهد وغيرهم، فمن الممكن أنها تأخذ بهذا القول. يبقى إذن هؤلاء كما قلنا هؤلاء هم الذين يباح لهم الفطر في رمضان، يباح لهم الفطر، المريض، المسافر، الرجل الكبير والمرأة العجوز
والمرأة الحامل والإيه والمرض. طيب الـ أيضا من أحكام الصيام من يحرم عليهم الصيام، من الذين يحرم عليهم الإيه الصيام. يحرم الصوم فرضه ونفله على الحائض والنفساء. احنا تكلمنا عن المرأة الحامل والمرأة المرضع، الآن أصلا الصيام يحرم على المرأة الحائض والمرأة الإيه النفساء، ولا يصح صومهما وعليهما الإيه القضاء. المرأة طالما المرأة المرأة النفساء اللي هي في علي ما زال ينزل عليها دم الولادة، المرأة الحائض طبعا معروف ان الحيض ده العادة الشرعية عند المرأة، فهؤلاء او لا يصح صومهما وعليهما القضاء. طيب السؤال، ان استعملت الحائض دواء لتأخير الحيض، احيانا بيبقى في كده بعض الأدوية بتستعملها المرأة حتى تؤخر العادة الشرعية عندها او تؤخر نزول دم الحيض لما بعد ايه لما بعد رمضان، فإن استعملت الدواء لتأخير الحيض من أجل أن تصوم الشهر كاملا دون انقطاع جاز لها ذلك إن لم يكن فيه ضرر. طالما أن هذا الأمر ليس فيه ضرر عليها يجوز لها إيه؟ يجوز لها ذلك. وإن كان الأولى يعني عدم استعماله، يعني تسير على طبيعتها كما خلقها الله سبحانه وتعالى وتقضي وتفطر هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان أيام حيضها، وبعد ذلك تقضي هذه الأيام بعد إيه؟ بعد رمضان. وينبغي عليها أن تفرق بين دم الحيض والاستحاضة، فلو كان الدم دم استحاضة تصوم. إن أحيانا بعض النساء لا يفرقن بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طب من إحدى العلامات في التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، طبعا لون دم الحيض معروف عند المرأة ولون دم الاستحاضة معروف، وأيضا معروف أن المرأة يعني هو اسم أي أصلا اسمها العادة، يعني تعودت أن ينزل عليها الدم مثلا كل شهر أيام معدودة، كل واحدة على حسب عادتها. في واحدة علمت من نفسها أنها بينزل عليها دم الحيض 3 أيام، واحدة أخرى بينزل عليها دم الحيض 5، واحدة أخرى بينزل عليها دم الحيض 6، كل واحدة عارفة نفسها يعني، واحدة أخرى بينزل عليها دم الحيض 7 أيام، وهكذا كل واحدة تعلم إيه؟ تعلم المدة الزمنية للحيض من نفسها. فإذا نزل عليها دم الحيض مدة زمنية أكثر من التي اعتادت عليها، خلاص بتختسل عند المدة التي تعرفها وبعدين تصوم، لان الدم الذي ينزل بعد ذلك يسمى بدم ايه بدم الاستحاضه. دم الاستحاضه ده عادي ممكن تصوم وهي عليها دم الاستحاضه وتصلي ايضا عليها دم الاستحاضه، بس تتوضا لكل صلاه من الايه من الصلوات. يبقى اذا المراه الحائض ينبغي او ينبغي على المراه ان تفرق بين دم الحيض ودم الايه ودم الاستحاضه. يبقى اذا تحدثنا عمن يباح لهم الفطر، وقلنا بانهم المريض والمسافر والكبير والعجوز والحامل والمرض، وقلنا بأن من يحرم عليهم الصيام هي المرأة الحائض والمرأة الايه النفساء. طيب ما هي الأشياء التي تفسد الصوم؟ فرضا أنا صايم بس حدث لي أمر من هذه الأمور يبقى الصيام كده خلاص عند الصيام فسد الصوم. من مفسدات الصوم خروج المني، خروج الايه المني. طيب خروج المني طبعا بشهوة، وإذا يعني لو واحد مثلا سأل يقول لك حكم من باشر أو قبل أو لمس فأنزل، يعني باشر زوجته، يعني فرضا مثلا حضن زوجته أو قبلها أو لمسها، عارفين الشيطان يعني ممكن يأتيك في نهار رمضان وتربص بك وترى من زوجتك مثلا شيء، فبالتالي ما ممكن أنك أنت تلمسها تباشرها، يعني تباشرها يعني تلمس أو تحضن أو أي شيء من مقدمات الجماع، لكن دون جماع طبعا. فالرجل من الممكن في هذه الحالة أن ينزل منيا والمرأة كذلك. فمن أنزل المني بمباشرة دون الفرج أو بتقبيل أو لمس أو بيد زوجته فإنه يفطر بذلك وعليه ليه وعليه القضاء. يبقى كده خلاص اليوم ده إيه بطل صومه وينبغي عليه أن يقضيه بعد إيه بعد رمضان. طيب يبقى إذا خروج المني ده من مفسدات ليه الصوم، خلاص اليوم ده فسد صومه وينبغي عليه كما قلنا ايه ان يقضيه بعد رمضان. طيب حكم من نام فاحتلم في نهار رمضان، فرضا انت مثلا بعد الظهر نمت في القيلوله مثلا او بعد ما صليت الفجر فذهبت ونمت فاحتلمت. الاحتلام معناه ان الانسان بي 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 بيرى مشاهد مثلا في نومه مشاهد جنسية ولا شيء، فمن ممكن هو يحتلم يعني ينزل إليه ينزل المني وهو إيه وهو نايم. ففي هذه الحالة هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح، طالما أنه احتلم نائما، طالما هو نايم فليس عليه حرج في هذه الحالة،
ويتم وصومه صحيح ويتم ويتم الصوم. بالنسبه للمرض الوالده لكن المرض تاعها هل بالنسبه للدم ديالها ما يكونش على طول مريض رغم انك تيجي كل ما تيجي الحد الأقصى للنفاس 40 يوم، الحد الأقصى طالما أنه ما زال ينزل عليها الدم خلاص بتفطر. الحد الأقصى حدد العلماء بأربعين يوما، بعد الأربعين يوم خلاص حتى لو نزل عليها الدم ده بدم دم استحاضة وليس دم إيه وليس دم نفاس. طيب يبقى قلنا من مفسدات الصوم خروج للمني. أما ما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة فهو للجماع. الجماع يعني جماع الزوجة في نهار رمضان ده يوجب القضاء انك انت تقضي يوم مكان هذا اليوم، والكفارة الكفارة سنبينها الآن. الكفارة على الترتيب هكذا، الكفارة على الترتيب يعني على الترتيب يعني بهذا الترتيب الذي نقول وليس على التخيير، يعني انت لست مخير في الايه في احد هذه الامور، وانما هي بالترتيب هكذا. ان يصوم شهرين متتابعين، شهرين شهر يعني انت افطرت يوم يبقى عقابا لك انك انت تصوم، ده مش هصوم بقى ده مش 60 يوم، شهرين. نعم خلينا لما نخلص وقت تبقى ازي ما فيش مشكله لما نخلص. يبقى ان يصوم شهرين متتابعين، خد بالك شهرين ايه متتابعين، متتابعين يعني ما ينفعش يفطر ايه يفطر يوم، ولو افطر يوم كده مثلا يعني فرضا صام 45 يوم ويجي يوم 46 فطر يبقى يجي ياتي بالصيام من الايه من الاول. اللهم الا اذا كان مريض بقى او حدث له ايه حدث طارئ يعني من مرض او سفر، اللي هي الاشياء التي تبيح الفطر في الايه في صيام الفريضة. انما افطر هكذا لا، يبقى صيام شهرين متتابعين، يبقى هيصومش، يبقى عليه القضاء هيقضي يوم مكان هذا اليوم اضافه الى شهرين، اضافه الى صيام شهرين ايه متتابعين. طيب إن عجز عن الصيام، إن عجز عن الصيام حقا يعني لا ليست عنده المقدرة على صيام شهرين متتابعين، يعني عنده عذر من الأعذار اللي احنا قلناها اللي هي تبيح الفطر في رمضان، يعني مش العملية مش عملية لا يعني علم من مثلا كان إنسان مريض أو كذا أو كذا أو لم يستطع الصيام، يبقى في هذه الحالة يجوز له عند ذلك أن يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 إيه 60 مسكين. وهذا واضح في حديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت، يقول الرسول أنا هلكت يا رسول الله، هو حديث رواه الإمام البخاري وغيره، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأله ما الذي أهلك، فبيقول يا رسول الله رأيت من امرأتي شيء فواقعتها يعني جمعتها في نهار رمضان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم شهرين متتابعين. طب إن لم يستطع أن يصوم في هذه الحالة يطعم 60 إيه يطعم 60 مسكين. طيب الزوجة اللي هي جمعها زوجها هل عليها كفارة؟ ثم ممكن تقول الزوجة أنا وأنا مالي هو الذي جاء جمعها، فهل الزوجة عليها كفارة؟ عليها كفارة مماثلة إذا كانت مطاوعة له في الجماع، وهذا مذهب الجمهور. طب ممكن تكون هي التي أغرته صح ولا لا؟ يعني ببعض الملابس ببعض الحركات المسيرة أو كذا أو كذا أو باحتكاكها به في 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 أثناء النوم بالحركات التي تسير للرجل فتغري بهذه الأمور، فتكون هي التي أغرته فعليها كفارة، عليها كفارة إيه؟ عليها كفارة مثلا. لكن إن لم تكن سبب من الأسباب ولم تطاوعه وهو الذي أكرهها على هذا الأمر، ففي هذه الحالة ليس على كفارة وإنما عليه القضاء، فقد تقضي يوم مكان هذا الإيه إنه ده في حالة الإكراه إنه هو الذي أكرهها على هذا الإيه على هذا الأمر. إنما إذا كانت هي يعني قامت بعملية إغراء أو طاوعته يعني لم تمانع في الأمر، يبقى عليها كفارة إيه عليها كفارة مماثلة اللي هي كما قلنا صيام شهرين متتابعين أو إطعام، لا مش أو صيام شهرين هنا ما ينفعش نقول او، لان او هنا للتخيير يبقى كده او كده، لا صيام شهرين متتابع ان لم يستطع يبقى ايه يطعم 60 مسكين. طبعا بخلاف كفاره اليمين، كفاره اليمين الاطعام فيها الاول، يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى ما قال في سوره المائده فكفارته، الكلام هنا عائد على الايه
على اليمين يعني. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني الأول هنبدأ بالإيه في بالنسبة لكفارة اليمين. في كفارة اليمين الأول نبدأ بالإطعام، إطعام 10 مساكين، هنا 10 مساكين كما ورد في سورة المائدة. إن لم يستطع الإنسان الإطعام يبقى يذهب للإيه؟ يصوم 3 أيام. ودي برضو ايضا بيقع فيها كثير من الناس لما بيكون عليه كفاره يمين يذهب الى الصيام مباشره دون الايه دون اللي هو المرور على موضوع يقول لك والله انا خلاص انا عليه كفاره يمين فيصوم 3 ايام. لا، ما ربنا لم يقل هذا. الله عز وجل قال اطعام 10 مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرقوا. فمن لم يجد، ليست عنده المقدره على الاطعام، في هذه الحاله ايه فصيام 3 ايه فصيام 3 ايام، ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم احفظوا ايمانكم. يبقى اذا في كفاره اليمين الاطعام مقدم على الايه على الصيام، لكن في كفاره الصيام نجد ان الصيام مقدم على الايه على الاطعام. يبقى هنا في فرق، الصيام مقدم على الاول. ليه؟ لانه اصلا عوقب العقاب هنا من جنس الايه يعني الجزاء من جنس العمل، هو اصلا افطر فكان عقابه انه يصوم ايه يصوم 60 يوم او يصوم شهرين متتابعين. هو حظه بقى ممكن يكون الشهر كامل 30 يوم، ممكن يكون الشهر 29 يوم على حسب الشهر الايه الهجري. ليه؟ في نهار واحد، في نهار واحد يصوم شهرين متتابعين. والا ما استطع يبقى كما قلنا يطعم 60 ايه يطعم 60 مسكين. طيب السؤال من تكرر منه الجماع في يوم واحد؟ يعني هو قال لك انا كده خلاص انا هكفر، هو جامع في نهار رمضان فبس تكرر الجماع في نفس اليوم، يعني تكرر الجماع في يوم واحد يعني اكثر من مره، يبقى تكفيه كفاره واحده، تكفيه كفاره واحده اذا ايه اذا لم يكفر. طيب من تكرر منه الجماع في يومين فاكثر تلزم كفاره لكل يوم جامع فيه. ده بقى ده خلاص ده يعني هو تعود على هذا الامر، مثلا افطر كذا يوم بسبب موضوع الجماع يبقى كل يوم افطر فيه بسبب الجماع يبقى يكفر عنه ليه يكفر عنه لو يبقى كل يوم له ايه له كفاره. ومن تكرر منه الجماع في يومين فاكثر تلزم كفاره لكل يوم جامع فيه، وهو مذهب الجمهور، وذلك لان صوم كل يوم عباده منفرده، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كفاراتها. كل يوم ده عبادة مستقلة. ولذلك أنت حتى في نهار في كل يوم من أيام رمضان عليه نية بتنوي، مجرد قيامك للسحور ده في حد ذاته نية أنك أنت ناوي تصوم اليوم هذا اليوم من رمضان. فالمقصد كما قلنا بالنسبة لموضوع يعني إذا الإنسان وقع في موضوع الجماع في نهار رمضان فهذه أحكامه كما قلنا، عليه أن يصوم شهرين متتابعين، والمرأة كذلك إذا كانت مطاوعة له أو قامت بإغرائه. طيب من تكرر منه الجماع في يوم واحد، يعني هو نفس اليوم ولكن تكرر منه الجماع ده عليه كفارة واحدة، لكن ان تكرر الجماع في ايام متعدده يبقى على كل يوم ايه لكل يوم كفاره لكل يوم. ما اقولش والله ده انا خلاص انا في جميع الاحوال ساخذ كفاره يبقى ياخذ كفاره واحده. لا، ان تكرر منه الجماع في ايام متعدده يبقى بتتعدد الايه بتتعدد الكفاره. طيب ما يباح للصائم، ما هي الاشياء التي تباح؟ في بعض الاشياء كده يظنها بعض الناس ان الصائم لا يجوز له ان يقوم بها، ولكن هو في الأصل هذه الأشياء مباحة. من الأشياء التي تباح للصائم القبلة، إن هو يقبل زوجته يعني، القبلة والمباشرة يعني الملامسة فيما دون الفرض، بس ده بشرط إن هو يملك نفسه، بشرط أن يملك نفسه، وهو مذهب الجمهور. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني أملككم لشهوته، كان يقبل ويباشر وهو ايه وهو صائم. وهذا الحديث كما قلنا متفق عليه. طيب ده الكلام ده بالنسبه للانسان الذي يملك شهوته، لكن الانسان لا يعرض نفسه لهذه الامور اذا لم يكن ايه اذا لم تكن عنده المقدره على ان يتمالك شهوته ويبعد نفسه عن هذه الامور.
وأيضا يجوز للصائم التطيب وشم الروائح، لأن بعض الناس يظن أن الصائم لا ينبغي أن يضع طيبا أو أن يضع عطرا أو لا ينبغي له أن يشم رائحة. فمن الأشياء التي يجوز للصائم التطيب وشم الروائح باتفاق المذاهب الأربعة. طيب، حكم استنشاق البخور، استنشاق البخور والعود، يعني استنشاق البخور يفسد الصوم، وهو مذهب الحنفية والمالكية، واختاروا من المعاصرين الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله، وقال ابن باز يجوز بشرط ألا يستنشق البخور. طبعا أنا مش عارف الفرق بين البخور وشم الروائح، بس ربما عشان البخور له جرم، أو الإنسان من الممكن أن هو يعني ممكن يختلف حكم شم البخور عن حكم شم الرائحة العادية. المهم يعني بس أنا أحببت أن أبين هذا الحكم، يعني من الأفضل في نهار رمضان الإنسان يبتعد عن موضوع الايه البخور، لأن بعض الزوجات ربما أو بعض النساء ربما تشعل البخور في الايه في البيت بقى باعتبار الجو رمضان وهذه الأشياء. فكما قلت أن استنشاق البخور يفسد الصوم، وهو مذهب الايه الحنفية ومذهب المالكية أيضا، واختاروا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين. أيضا يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت، ويجوز أن يستعمل معجون الأسنان، لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق. ممكن طبعا تستعمل السواك ليس هناك حرج، ممكن تستعمل يدك حتى في التسوك، يعني أنك أنت تغسل أسنانك بأصابعك، لأن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني الإنسان حتى في عملية الاستنشاق انت في الايام العاديه بتبالغ في الاستنشاق، يعني تبالغ في ادخال الماء الى الانفس ثم تستنشقه، لكن في 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 ايام الصيام الانسان يدوب بس كده يضع الماء على ايه على انفه او في 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 انفه ويخرجه، لا يدخل الماء ايه كثيرا الى الداخل، وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. كذلك المضمضه يجوز له ان يتمضمض وليس هناك حرج ان يدخل الماء في فمه، لكن لا يبالغ ايضا في الايه في المضمضه، يعني حتى لا يدخل الماء الى الحلق. ويباح له استعمال السواك ليس هناك حرج، ويباح له حتى استعمال فرشاه الاسنان واستعمال معجون الاسنان كما قلنا، لكن ينبغي الحذر من نفاذ اي شيء الى الحلق. ايضا يباح للصائم استعمال قطره العين، الناس اللي عندها مثلا مشكله في العين فيباح لهم ان يستعملوا قطره العين، ويباح ايضا استعمال قطره الاذن، ويباح ايضا استعمال قطره الانف، ويباح استعمال بخاخ الانف، ان في بعض الناس عندما يكون عندها ضيق في التنفس او ما يسمى بمرض الرب، فدول ممكن يستعملوا بيبقى عندهم كده مثلا بخاخ بيستعملوه ليه للانف، فيباح لهم استعمال بخاخ الرب او بخاخ الانف نظرا لضيق التنفس، بس يعني يحاولوا اجتناب ابتلاع ما نفذ الى الايه الى الحلق، يعني اذا فرضا، يعني انك انت اي شيء من هذه المنافذ من ممكن ان ينفذ، من لو انت وضعت قطره في الاذن من ممكن ان تجد الطعم في الحلق، كذلك الانف. ففي هذه الحاله لو فرضا يعني وصل شيء الى الحلق يبقى ينبغي عليك انك انت ايه يعني تخرجه. فالمهم يعني يباح استعمال قطره العين وقطره الاذن وقطره الانف وبخاخ الانف كما ايه كما قلنا. ده بالنسبه للايه طبعا الكلام ده في حاله الانسان بيستعمل هذه الامور للايه نظرا به مرض او به كذا، او اراد ان يستعمل قطره العين نظرا لشيء في عينه، فمن الممكن ان يستعمل هذه الاشياء. ايضا الحقن العلاجيه، الحقن العلاجيه اللي هي الحقن الجلديه يعني أو العضلية أو الوريدية، دي يباح للمريض أن يستعملها، اللي هي الحقن التي تؤدى في الوريد، وكذلك الحقن التي تؤدى في العضل، دي بتسمى بالحقن العلاجي، دي سواء في العضل أو في الوريد يباح للمريض أن يستعملها. وكذلك استخدام إبر السكر، لو الإنسان مريض بمرض السكر واستطاع أن هو يصوم، يعني لم يجد حرج أنه يصوم ومثلا ولما تكلم مع الطبيب أجاز له الصيام، قال له أنك أنت تستطيع لي الصيام وصام ووجد من نفسه يعني ليس هناك عليه مشكلة في موضوع الصيام. ففي هذه الحالة لو عنده مثلا الإبر مش الحبوب أو الأدوية التي يأخذها عن طريق الفم، كذلك يباح له أن يستخدم إبر السكر، وإن تيسر أخذها ليلا بدون مشقة فهو أول.
برضو يعني حتى نخرج من الخلاف بين العلماء في هذه الأمور، إن استطاع الإنسان أن يأخذ هذه الحقن أو هذه الإبر في الليل اللي هي التي يستعملها سواء كان مريض سكر أو أي مرض آخر، سواء هيستعمل حقنة في الوريد أو في العضل، ففي هذه الحالة لو 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 استطاع أن يأخذها ليلا أو عند السحور يكون إيه؟ يكون أفضل وأولى. أيضا من الأشياء التي تباح للصائم الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. في ناس كده بيكون عندها مشكلة في الصدر أو ممكن يأتيها ذبحة صدرية، فمن الأدوية التي يأخذونها يعني أقراص بتوضع تحت اللسان. فالأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها يعني يباح للصائم أن يأخذها أو أن يستعملها إذا كما قلنا إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. أيضا يباح للصائم قلع السن أو حفره لحشوه. فرضا أن أنت عندك مشكلة مثلا في الأسنان أو عندك مشكلة في الضرس مثلا، ففي هذه الحالة من الممكن أنك أنت تذهب إلى الطبيب وينظف لك أسنانك أو يقوم بعلاج حتى ولو عمل لك حقنة البنج على أساس أنك أنت لا تشعر بالألم، ففي هذه الحالة جائز. يبقى قلع السن، إن بعض الناس ربما يقول لك والله أنا عندي موعد، عندي خلع لأحد الأسنان أو لأحد الأضراس في شهر رمضان أو في نهار رمضان، هل يجوز لي أن أذهب فعملية قلع السن كما قلنا ليس فيها حرج، أو أنك أنت تقوم بعملية الحشو في نهار رمضان، حشو للسن يعني أو للضرس في نهار رمضان، فليس هناك حرج مع الاحتياط حتى لا ينزل شيء إلى الجو، يعني أنك أنت برضو تكون محتاط حتى لا ينزل شيء إلى الحلق أو إلى الجو. أيضا من الأشياء التي تباح للصائم دواء الغرغرة إذا لم يبتلعه. إن في بعض الناس برضو بيوصف لهم دواء بالنسبة إن عندهم مشاكل في الحلق أو مشاكل في الأسنان، فممكن بيستعملوا دواء اللي هو يغرغر كده في الفم، فهذا أيضا هذا الدواء يباح للصائم إن هو يستعمله طالما إنه برضو حريص على إن ما فيش حاجة تنزل تنزل للداخل يعني. أيضا بالنسبة للمرأة يباح من ضمن الأمور المباحة يعني إدخال منظار أو اللولب ونحوهما إلى رحم المرأة. فرض المرأة عندها مثلا كشف أو عندها إجراء طبي في نهار رمضان، وهذا الإجراء الطبي في من ضمن الأمور المطلوبة فيه إن هو ممكن تدخل شيء في الرحم مثل المنظار وغيره للكشف عليها، ففي هذه الحالة يجوز لها طالما أن هناك ضرورة لهذا الأمر. أيضا من المباحات للصائم تذوق الطعام للحاجة. واحد بقى طبعا زوجته في المطبخ في نهار رمضان بعد العصر تطبخ الطعام، ففي هذه الحالة من الممكن أن تتذوق تتذوق مش تاكل، تتذوق يعني بعض ربما البعض يفهم من كلمة تذوق أنه يأكل أي شيء، تذوق بس تشوف كده الطعام ينقصه ملح الأمور فيه طيب هكذا. فتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه بس فقط كده على طرف اللسان، ثم يخرجه من فمه ولا يبتلع منه شيئا، لا يبتلع منه أي شيء. ده بالنسبة للأشياء التي تباح للصائم. يبقى احنا قلنا طيب نراجع كده سريعا مع بعض منذ البداية، يعني قلنا من يباح لهم الفطر في رمضان؟ قلنا يباح الفطر للمريض والمسافر والشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرأة الحامل والمرأة المرضع، وقلنا طبعا الأحكام التي كلف بها هؤلاء، هل عليهم القضاء ولا عليهم الفدية، وبين هذا الأمر بالتفصيل. طيب وقلنا أيضا بأن الصيام يحرم على المرأة الحائض والمرأة النفساء، وقلنا بأن مفسدات الصوم الأشياء التي تفسد الصيام خروج المني، وأيضا تحدثنا عن ما يوجب القضاء والكفارة، يعني القضاء يعني قضاء يوم مكان هذا اليوم، والكفارة الاثنين مع بعض اللي هو الجماع. والكفارة قلنا كفارة الجماع في نهار رمضان أول شيء صيام شهرين متتابعين، والكفارة هنا على الترتيب وليس على التخيير، يعني كفارته أن يصوم شهرين متتابعين
إن عجز عن الصيام يبقى في هذه الحالة يطعم 60 مسكين، إنما لا يطعم وهو قادر على الإيه؟ على الصيام. وقلنا بأن هناك اختلاف بين كفارة الصيام وكفارة اليمين. كفارة الصيام قدم فيها الصيام لأن الجزاء من جنس العمل، هو أفطر فعوقب بأن يصوم 60 يوما أو شهرين متتابعين. متتابعين دي معناها أنه يصوم كل الأيام على بعضها، يعني مثلا لو جي في اليوم 50 فرضا صام 50 يوم وجي في اليوم 51 وأفطر، يبقى حيجيب من البداية. اللهم إلا إذا كان فطره بعذر من الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، زي أن يكون مريضا أو مسافرا إلى آخر. لكن فطر هكذا بدون عذر لا، يبقى حياتي بالصيام من الايه؟ من البداية. وزي كنا صيام شهرين متتابعين. لكن كفارة اليمين قدم فيها الإطعام الأول، لذلك الله عز وجل قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم، حتى لا يختلط الأمر على كثير من الناس. لأن بعض الناس لما بيكون عليه كفارة يمين بيذهب إلى الصيام، يقول لك والله أنا عليه كفارة يمين يصوم 3 أيام. لكن ده أنت الصيام لو كان عندك المقدرة على الإطعام وصمت، يبقى أنت هكذا لم تكفر عن يمين، لأن الكفارة مرتبة مش على كما يقول العلماء الكفارة على الترتيب وليس على التخيير. وذلك قال الله سبحانه وتعالى فكفرته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، يبقى في هذه الحالة حيصوم، فمن لم يجد بس، فصيام 3 فصيام 3. إنما ما قالش لم يقل الله سبحانه وتعالى فكفرته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام 3. عارف لو قال أو صيام 3 أيام يبقى الكفارة هنا على إيه؟ على التخيير. انما حينما يقول الله سبحانه فمن لم يجد، يبقى خلاص الامور الاولى لابد ان نستنفذها الاول، وبعد كده ان لم نستطع يبقى نخرج للايه لما بعد. فمن لم يجد فصيام 3 فصيام 3 أيام. ثم تحدثنا عن الاشياء التي تباح للصائم والتي يظنها كثير من الناس انها تفطر الصيام او انها تفطر الصائم يعني. وقلنا من الاشياء التي تباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرض، ويجوز للصائم التطيب وشم الروائح، لكن حذرنا طبعا من استنشاق البخور، وقلنا بانه يفسد الصوم، وهو مذهب الحنفيه والمالكيه واقتران المعاصرين لشيخ ابن عثيمين. ويباح للصائم ايضا استعمال قطرات العين والاذن والانف وبخاخ الانف اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الحلق. ويباح للصائم استعمال الحقن العلاجيه سواء كانت حقنه في العضل او ليه او الوريد، وكذلك استخدام ابر السكر، وكذلك يباح له قلع السن او حفره لحشوه، ويباح للمرأة إدخال منظار أو لولب ونحوها إلى رحمها، ويباح أيضا للمرأة تذوق الطعام للحاجة. دي بالنسبة لبعض الأحكام المتعلقة بالصيام. طيب أيضا من الأمور المتعلقة بموضوع الصيام أو من أحكام الصيام التي ينبغي على المسلم أن يعلمها، أن من كان عليه جناب فرضا جامع زوجته في ليلة رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فمن كان عليه جنابة جاز له تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، وعليه المبادرة لأجل الصلاة. يعني فرضا أدركه الفجر وما زال جنبا، هل صيامه صحيح ولا لا؟ صيامه صحيح، ليس هناك مشكلة. يعني إذا أذن الفجر وما زال جنب فصيامه صحيح. يبقى قلنا من كان عليه جنابة جاز له تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن طبعا ينبغي أن يبادر ويغتسل طبعا عشان موضوع الصلاة، صلاة الفجر، وعليه المبادرة لأجل الصلاة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم ويستمر في صيامه صلى الله عليه وسلم. ويجوز للصائم أيضا أخذ الدم للتحليل. فرضا واحد عنده تحاليل سيقوم بها، عنده موعد في المستشفى ولا عنده موعد في مع الطبيب ولا شيء، وحيسحب منه مثلا جرعة من الدم، فيجوز للصائم ان هو يؤخذ منه الدم للتحليل، وهو اختيار من المعاصرين طبعا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين عليهم رحمه الله. اما الحجامه، خد بالك بقى ان في فرق بين اخذ الدم للتحليل والحجامه. اما الحجامه ففيها خلاف كبير، والاولى تركها الى الليل، فنحتجم نهارا قضى ذلك اليوم احتياطا. ان في حديث افطر الحاجم والمحجوم، بس احنا بنقول ايه الحجامه فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف كبير بين الفقهاء. بس الاولى الانسان يتجنبها طبعا في نهار رمضان، ان يعني خلاص ان اراد ان يقوم بها في رمضان يبقى ايه يقوم بها في الليل.
ولو قام بها في نهار رمضان يبقى يقضي، يعني خروج من الخلاف بين العلماء في هذه المساله، يعني يقضي هذا اليوم بعد ايه، بعد رمضان احتياطا. ايضا يباح للصائم المضمضه والاستنشاق كما تحدثت سابقا، اذ ان بعض الصائمين كما قلنا يكتفي بغسل يعني مقدم فمه او انفه بحجه انه صائم، وهذا خطا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم. لان بعض الناس ربما بيتحرج اصلا ان هو ادخال الماء الى الايه، الى الفم. احيانا بترى العجب كده من بعض الناس في نهار رمضان، تلاقيه بيتوضى يمسح بيده، يمسح باليد على الايه، على الشفايف. يعني طب ما انت كده في ركن من اركان الوضوء لم تقم به، وبالتالي الوضوء باطل والصلاه باطله، لان ما بني على باطل فهو ايه، فهو باطل. لان اصلا المضمضه دي ركن من اركان الايه، غسل الوجه. المضمضه ركن من اركان الوضوء لانها داخله في الوجه، لان الله عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. ومما يدخل في الوجه الانف والايه، الانف والفم. الانف فيه الاستنصار والفم فيه الايه، فيه المضمضه، وهما داخلان في الايه، وهما داخلان في الوجه. فطالما انت صائم يجوز لك انك انت تتمضمض، ويجوز لك انك انت تستنشق، لكن لا تبالغ في المضمضه ولا تبالغ في الايه، في الاستنشاق. انما موضوع المسح هذا لا يجوز، ان في هناك فرق. وبعدين حتى الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم، لم يقل فامسحوا وجوهكم. ان الفرق بين الغسل والمسح، المسح انك انت تبلل يدك بالماء ثم تمسح، ده اسمه مسح، زي ما الانسان بيمسح على الايه، على الجوارب مثلا. انما الغسل انك انت بتغسل حتى تتقاطر قطرات المياه من الايه، من الوجه، ده اسمه غسل، انك انت في ماء والماء ينزل على الوجه وتقاطر الماء من الايه، من الوجه، ده اسمه ايه، الغسل. فاغسلوا وجوهكم. وبالتالي نفس الكلام يدخل في الاستنصار او في الانف، يعني بالنسبه للاستنصار او الاستنشاق، الاستنشاق هو ادخال الماء والاستنصار اخراج الماء. وايضا بالنسبه للايه، للفم، في موضوع الايه، في موضوع المضمضه. يبقى بالتالي لا تتحرج انك انت تدخل الماء للايه، للفم وانت صائم. ولو رايت واحد بيقوم بهذا الامر، لو بيمسح الشفايف، يبقى انك انت ينبغي عليك انك انت ايه، تعلمه يعني الحكم في هذه الايه، في هذه المساله. والله احيانا كما قلنا بتشوف ترى بعض الناس كده بيمسح على الايه، بدون ادخال الماء للايه، للفم، وكما قلنا هذا الامر يؤدي الى بطلان الايه، الوضوء. ايضا من الامور التي تباح للصائم الاغتسال والسباحه، الاغتسال والسباحه وصب الماء على الراس والمضمضه للتبرد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على راسه وهو صائم من العطش او من الحر، وهذا الحديث رواه الامام ابو داود في السنن بسند ايه، صحيح. يبقى يباح للصائم الاغتسال والانغماس في الماء، ولكن يحرص على الا يتسرب الماء الى ايه، الى جوفه. يعني فرضا واحد جه مثلا من العمل ووجد نفسه يعني خلاص، يعني عنده مشكله في الجوع، مشكله في العطش، فاراد ان هو يتبرد او ان هو ينزل الماء البارد على جسده، يعني حتى يزيل حراره الصوم، فليس في هذا ايه، في هذا حر. الانسان يغتسل او يغسل راسه وهو صائم، فليس هناك مشكلة في هذا الأمر. يبقى عملية الاغتسال والانغماس في الماء وصب الماء على الرأس، كل هذه الأمور جائزة بالنسبة للإيه؟ جائزة بالنسبة للصائم. وأيضا يباح للصائم استعمال اللبوس. اللبوس طبعا اللي هو الدواء الذي يجعل، الذي يؤخذ من الإيه؟ من الخلف يعني، أو من الظهر. فاستعمال اللبوس سواء للبواسير أو الحمى أو الزكام لا يفطر الصائم، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والإيه، والشرب. يعني الإنسان إذا اضطر لهذا الأمر نظرا ممكن تكون حرارته مرتفعة أو به مرض ولزم أن يأخذ هذا، أن يستعمل هذا اللبوس، فليس هناك حرج بالنسبة له إذا كان صائم. وأيضا استعمال مرطب لإزالة الجفاف عن الشفتين، فرضا عنده مشكلة مثلا في شفايفه أو في تشقق، فمن الممكن أن يستعمل مرطب لإيه؟ للشفاء. ولا حرج على الصائم في بلع الريق لمشقة أو تعذر التحرز منه، إنه يبلع ريقه ده ما فيش مشكلة. أما النخامة والبلغم يجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق. فإن ابتلعهما
ففيهما قولان لأهل العلم، يعني هناك من أهل العلم من يقول أنها تفطر الحاق لها بالأكل والشرب، وهناك من العلماء من يقول بأنها لا تفطر الحاق لها بالريق. يبقى إذن الصائم من الممكن طبعا ابتلاء الريق ما فيش مشكلة، لكن النخامة عارفين طبعا الفرق بين الريق والنخامة أو البلغم، فإذا النخامة وصلت للفم يلفظها، ممكن طبعا يكون معها منديل يلفظ فيها هذه النخامة أو هذا البلغم، لكن لا يجوز له أن يبتلعها. لو ابتلعها هنا في خلاف بين الفقهاء، هو في من الفقهاء أو من العلماء من قال بأنه ينبغي عليه أن يقضي يوم ما كان هذا اليوم لأنه أفطر الحاق لها بالطعام والشراب، عشان كده قلنا الإنسان ينبغي له أن يلفظها. وفي من العلماء يعني من ألحقها بالإيه قال لك دي شبيهة بالريق، طالما أنه لم يتعمد هذا الأمر ووجد حرج أن هو يلفظها في أو كان مثلا في مكان ولا يستطيع أنه يلفظ النخامة والريق ووجد مشقة في لفظها، ففي هذه الحالة ألحقوها بالريق وقالوا بأن صيامه إيه؟ بأن صيامه جائز. طيب يبقى ده بالنسبة للأشياء التي تباح للصائم كما قلنا. هناك أيضا بعض المسائل في موضوع الصيام، منها مرض الغسيل الكلوي أو تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، يعني الناس الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع مرضى المسلمين. في بعض الناس عندها موضوع مشكلة في الكلية وبيقوموا بعملية الغسيل، وده طبعا أمر منتشر في دولنا العربية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع. فتغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم يفسد الصيام ويلزم القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي. يعني طبعا ده إن استطاع الصيام، لأن ممكن يكون أصلا هو ممكن يكون داخل في مسألة التي تحدثنا عنها في البداية اللي هو مسألة المريض مرض مزمن أو مرض مستمر لا يستطيع الصيام، يبقى خلاص ده بيفطر وعليه ليه الفدية وتحدثت عنها وقلنا بأن مقدرها طعام مسكين. لكن إن استطاع فممكن يكون عنده المقدرة على الصيام، إن استطاع أن يصوم يبقى حيصوم، ومن ممكن هو يفطر اليوم اللي هيكون عنده فيه غسيل مثلا ولا شيء وبعد كده يقضي هذه الأيام بعد إيه بعد رمضان. طيب أيضا من المسائل التي تثار عن في أحكام الصيام قضاء الصيام عن الميت، قضاء الصيام عن الميت. طيب من مات وعليه صوم واجب، صوم واجب ده يعني مثلا صيام في رمضان أو صيام كفارة لم يقم بها وقد تمكن من القضاء ولم يقض حتى مات، ده عليه صيام. ويعني مثلا كان مريض فرضا، يعني كان مريض في 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 ايام رمضان وبعدين شفاه الله سبحانه وتعالى بعد رمضان، ده اسمه مرض، ده مرض مؤقت. هذا المرض المؤقت خلاص بيفطر ويقضي كما قلنا هذه الايام بعد الايه بعد رمضان. طب فرضا ان هو افطر في نهار رمضان فرضا مثلا 5 أيام أو 4 أيام مرضي، وجي بعد رمضان شفاه الله سبحانه وتعالى، بس هو لم يقضي هذه الايه لم يقضي هذه الايام، يبقى هو تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، فلوليه ان يصوم عنه، فان لم يفعل اطعم عنه لكل يوم مسكينا. يبقى هذا الامر كما قلنا لوليه، يعني ممكن حد من اولاده يصوم عنه، ممكن المرأة كذلك مثلا كانت حائض في أيام في رمضان وبعدين تمكنت من الصوم بعد رمضان ولم تصم، أو بناتها يعرفون ذلك عنها، أو كانت مريضة برضو أو بناتها يعرفون ذلك عنها، فمن الممكن أن يصوم عنها وليها. وهذا قول الشافعي في القديم واختاره النووي وابن باز وابن عثيمين. أما من لم يتمكن من القضاء، يعني واحد كان مريض مثلا في رمضان وأفطر وبعدين مات بعد رمضان مباشرة، أو مات في رمضان، يعني هو مثلا في بداية رمضان ده كان مريض مرض مثلا 10 أيام ولا شيء وأفطرها، ولا وفي نفس الوقت مثلا مات في آخر رمضان لم يستطع أن هو إيه يقضي هذه الأيام التي أفطرها. أما من لم يتمكن من القضاء لعذر حتى مات فلا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه باتفاق المذاهب الأربعة، وهو قول أكثر أهل العلم. يبقى ده بالنسبة لمسألة قضاء الصيام عن الايه عن الميت. يبقى الخلاصة فيها ان الانسان مات وكان بامكانه ان يصوم ولم يصم، ففي هذه الحالة يصوم عنه وليه او يخرج اليه الفدية ابراء للذمة، لان ده دين عليه
ودين الله سبحانه وتعالى حق بالإيه؟ حق بالقضاء. لكن إن أفطر ولم يستطع إن هو ولم يتمكن من قضاء هذه الأيام يبقى ليس عليه صيام وليس لوليها أن يصوم إيه؟ أن يصوم عنه. طيب بالنسبة لمسألة المعاصي في نهار رمضان مثلا مثل الغيبة وما يشابهها من المعاصي، فرض الإنسان صايم وبعدين كان جالس مع الناس فاختاف فلان ونم في فلان أو أطلق بصره في الحرام وهكذا، فالغيبة وما يشابهها من معاصي لا تبطل الصيام ولكن تنقص الأجر. طب أنت يعني المشكلة أنك أنت تبقى صايم عن الطعام والشراب ابتغاء الأجر والثواب وفي آخر اليوم لا تجد أجرا ولا ثوابا، حرمت نفسك من الطعام ومن ومن الشراب كده على والو، يعني ما لم تستفد أي شيء. فالمشكلة أن نعم أنت لم تبطل الصيام ولكن ليس لك ولكن ليس لك أجر، يبقى كما قلنا الغيبة وما شابه المعاصي لا تبطل الصيام ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم. وفي الحديث الذي ربما يحفظه معظمنا رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يبقى أنت نصيبك فقط من الصيام أنك أنت جوعت وعطشت ولم تنل لا أجر ولا ولا ثواب، رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش. طبعا ان موضوع الصيام ليس عن الطعام والشراب فقط، ان الصيام يعني ده له مراتب، من اهم المراتب هو يعني اولى المراتب انك انت تصوم عن الطعام والشراب فقط، المرتبه الاعلى شويه انك انت تصوم عن الايه اللي هو ما يسمى بصيام الجوارح، عينك صائمه فلا تنظر بها الى حرام، لسانك صائم فلا تتكلم به لا في كذب ولا في غيبه ولا في نميمه وهكذا، قلبك صائم فلا تعرضه لوساوس الشيطان ولا للخواطر، وانما ايضا يعني انت في دائم الذكر لله سبحانه وتعالى في نهار رمضان وهكذا. ففرضا انسان تاب الى الله سبحانه وتعالى واراد ان يستدرك في، كان هذا الامر تحدثت عنه في خطبه الجمعه بالامس، يستدرك صيام ما فاته من سنوات، يعني كان في السنوات الماضية كان يعني بيصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام، تعرف بعض الشباب في سنوات الطيش هكذا، فتوبة من عليه الصيام عن السنوات الماضية. طبعا قضاء العبادات المتروكة من صيام وصلاة في قولان لأهل العلم وذكرتها في خطبة الجمعة، منهم من يلزم بقضائها وهو قول الجمهور، وأنا أؤيد هذا الرأي اللي هو الإنسان يقضي ما عليه من صيام ويقضي ما عليه من صلاة، ومنهم من قال ان ده قول جمهور العلماء او جمهور الفقهاء، ومنهم من قال بان الزام التائب بقضاء ما فات فيه تعسير للتوبه وتنفير منها، لكن ينبغي للتائب ان يكثر من الاعمال الصالحه لقول الله سبحانه وتعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم ثم اهتدى. يعني الانسان لو كان قصر في الصيام يبقى ينبغي عليه ان يكثر من صيام النوافل، لو كان قصر في الصلاه يبقى ينبغي عليه ان يكثر من صلاه يعني يصلي السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة ويصلي جزء من قيام الليل ويكسر من يعني يكسر من الأعمال الصالحة من جنس العمل اللي هو فرط فيه، لو كان فرط في الصيام يبقى يكسر من الصيام، لو كان فرط في الصلاة يبقى يكسر من من الصلاة وهكذا. هذا يعني مجمل الأحكام أو الأحكام الضرورية التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها من أحكام الصيام. تحدثت فيها طبعا عن ما يباح لهم الفطر والأشياء التي تباح للصائم، وأيضا بعض المسائل المتعلقة بالصيام. فلو كان هناك أي سؤال من الأسئلة يعني سواء في الأمور التي تحدثت فيها أو في بعض الأمور التي لم نتحدث عنها، فمن الممكن أن نجيب عليه بما شاء الله سبحانه وتعالى قبل أن نصلي العشاء. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم، وعواش مبروك إن شاء الله بإذن الله. عواش مبروكة دي مش عارف من السنة ولا مش عارف.